السلام عليكم ويعطيكم العافية. ورجعنا بمقطع جديد في نفس اليوم اللي سويت فيه اللوحتين، بس هذا العمل إهداء إلى الوالدة. كانت تبغاني أسوي اللي هو رسمة جدي الله يرحمه، لسه يعني ما تمرست، بس نبع الحنان ما نقدر نقول لها هلا، نقول بسم الله ونشوف العمل، وإن شاء الله تكون في شغلات جديدة زي المقطع اللي راح، إنك أنت تستخدم فيه القلم الحبر. إن أنا قاعد شوي شوي إن أنا أكتشف حاجات جديدة أو أتعلم حاجات جديدة، وإن شاء الله نوصل للمستوى اللي أبغاه وزيادة وياكم يا أخي. شوف العمل، بسم الله. وكذا خلصنا العمل. نسيت ما قلت لكم في البداية ان هذه اللوحة اللي كنت برسم عليها كبيرة، مقاسها 60 في 60، اللي قبل كانوا 40 في 40. باقي عندي لوحة بعد 60 في 60 ولوحة صغيرة 30 في 40، اصغر من الحجم المعتاد، نفس اللي في المقطع اللي راح. خلاص وبنقفل، وبتكون اخر عمل او اخر رسمة الي، وان شاء الله كده بقفل على رسم الشخصيات الى ما ادري متى. واتمنى ان العمل يكون نال على اعجابكم. ما عليه، سويت 3 رسمات في نفس اليوم او مقطعين في نفس اليوم. ان شاء الله بكره بعد راجع المقاطع الثانيه، او بشتغل عليهم بكره ان شاء الله. في امان الله، اشوفكم في المقاطع الجايه.